على مر السنوات كانت حاضرة لتلبي احتياجات الناس، وظلت وفية للقيام بمهمتها داخل المجتمع. ألزا الوسيلة التي تحرك المراكشيين وتصاحبهم في تنقلاتهم اليومية، العامل، الطالب، المسن وغيرهم كثيرون. إلى جانب كل هذا، تهتم ألزا بجوانب اجتماعية وخيرية وبيئية وثقافية عبر تقديم الدعم لمختلف المبادرات المتعلقة بها، مؤتمرات سنوية لمسابقات أدبية، دعم للأنشطة الثقافية والرياضية، تحسين للكفاءة التشغيلية، تشجيع الاندماج الاجتماعي للفئات التي تواجه صعوبات مختلفة، إجراءات من أجل التخفيض التدريجي للتأثيرات البيئية. اليوم نذهب مع فريق ألزا لزيارة واحدة من أهم مبادراتها، المدرسة التي ساهمت في بنائها من أجل مستقبل أفضل لأبناء هذا المجتمع. بضواحي مدينة مراكش تتموقع المؤسسة هناك، طريق طويلة قطعناها قبل الوصول، وهي طريق لا تقف عائقاً أمام فريق ألزا الذي ينتقل إلى هنا من أجل تقديم المساعدة للتلاميذ في كل مناسبة. عبد الصمد تغدا ولد لا ريجيون ديال تنغير، احنا دابا في لافالي دو زيغيمت في الدوار سميتو ايت عيسى، اللي كان ليا الشرف انه ناخذ واحد المبادره نبني واحد القسم. دونك اليوم جينا وجبنا شي معاونه رمزيه للتلاميذ ديال هذا الدوار مع مساهمه ديال ألزا، ديال شركه ألزا. وعلاش بالضبط هذا الدوار؟ حيت ديجا اقرب مدرسه ليه كاينه في واحد 3 كيلومتر، وفي الشتاء فاش كيكون الثلج كيكون صعيب على الدراري الصغار ديال 5 سنين 6 سنين ولا 7 سنين انه يفوق بكري في الظلام يتمشى من هنايا حتى للدوار. كيفاه انه شي ناس شي دراري ما بقاوش كيكملوا المدرسه، كيخرجوا من المدرسه. دونك كان هدر مدرسي، وان شاء الله نتمناو ان هذه المبادره تكون غير بدايه ان شاء الله. مجهودات مهمه تبذلها شركه ألزا رافعه شعار الفرد اولا، والفرد جزء من مجتمع تستثمر فيه بكل مسؤولية مستحضرة كل جوانبه المهمة، وعطاؤها في ذلك مستمر.